ينضم إلينا من مطار العريش مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد. أيمن، بالانتظار سريان الهدنة يوم غد، هل لوحظ تدفق أكبر لطائرات المساعدات إلى مطار العريش، وكيف تبدو الحركة فيه إجمالا؟ نعم، منذ الصباح بالفعل لاحظنا تزايد في أعداد الطائرات والمساعدات الإنسانية التي تتدفق على مطار العريش بالتزامن مع يعني إقرار الهدنة ما بين الجانب الفلسطيني وأيضا الإسرائيلي. ولكن آخر هذه الطائرات التي وصلت حتى الآن هي الطائرة الروسية التي تفرغ شحنتها ومساعدتها في هذا المساعدات التي تأتي على متنها في هذا التوقيت، وكما نشاهد يعني المعدات وأيضا الهلال الأحمر المصري الذي يشرف على تفريغ هذه الشاحنات منذ 12 أكتوبر حينما وكلت هذه المهمة إليه بكل طاقته ومن خلال فريق المتطوعين الذين يشرفون ويعملون ليل نهار يعني لتفريغ هذه الشاحنات بشكل دوري. وإن كنا نتحدث عن الطائرة الأخرى، هي طائرة تابعة لإحدى الشركات المصرية تستقل أو تحمل على متنها مساعدات تأتي من بلجيكا، يعني يتم الآن الإشراف على إنزال هذه المساعدات من قبل الهلال الأحمر المصري. وإن كنا نتحدث أيضا عن الطائرات الأخرى التي توافدت على مدار اليوم، من ضمن 7 طائرات هي كانت طائرة تابعة للأردن كما أشرت، يعني أو تأتي من الأردن، عليها مستلزمات طبية تتبع الأونروا، وأيضا عمان التي أرسلت أيضا طائرة تحمل عليها يعني مساعدات إغاثية وإنسانية، وأيضا الإمارات وقطر التي أيضا أرسلت طائرة أخرى تابعة لها يعني تحمل على متنها مساعدات إنسانية، بالإضافة أنها أيضا يعني كانت هناك تمكنت يعني من سفر ونقل بعض من مزدوج الجنسية الذين تمكنوا من دخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح على مدار يعني يوم أمس. وإن كان هناك كانت استعداد لاستقبال هذه الدفعة من مزدوج الجنسية الذي تمكنوا من السفر عبر الطائرة القطرية التي كانت تحمل على متنها مساعدات إنسانية. بالتزامن مع هذه الطائرات، هناك طائرة هبطت أخرى تابعة لتركيا، كانت ولكن هي طائرة يعني إسعاف طائر يعني تمكن من بالتنسيق طبعا كما تابعنا في الأيام السابقة ما بين التنسيق ما بين الجانب المصري والتركي ل يعني نقل بعض المصابين والذين وأيضا من سواء من الجرحى والإصابات الأخرى وأيضا من الذين يعانون من الأورام وغيره. ولكن في هذه الطائرة التي كانت يعني تقف منذ قليل في مطار العريش، استقلت 3 أطفال صغار، منهم واحدة كانت تعاني من بتر، وأيضا تمكنوا من أخذها وأيضا لسفرها إلى تركيا لاستكمال رحلة علاجية، وأيضا طفل آخر لا يكمل 2 عامين كان يعاني أيضا من بعض الإصابات في الوجه، وأيضا طفلة أخرى كانت تعاني من بتر في يعني أصابع قدميها. وتمكنوا تمكن الفريق الطبي الذي كان يرافق الطائرة التركية لنقلهم إلى يعني تركيا عبر الطائرة الإسعاف التي كانت تقف منذ قليل هنا في مطار العريش. شكرا أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من داخل مطار العريش.